اعتقد يا فارس موضوع المساحات موضوع بيشغل حاليا الراي العام، ومن مسؤوليتنا هنا وكمان حرصنا على اولا سلامه الجميع سواء لاعبين او مدير فني او جهاز فني او اي حد مسؤول حتى اسرهم، او كمان سلامه او مصالح النادي الاهلي اللي بتتمثل في المشوار الافريقي. بالظبط يا احمد، احنا بنواجه ازمه انا في رايي ان هي قد تعصف بمسابقه الدوري لو ما تدخلش المسؤول بصفته مسؤول بسرعه. بمعنى بعض الانديه شفنا النهارده خرجت بتصريحات رسميه ان هي لن تجري مساحات نتيجه التكاليف. بعض الانديه الاخرى قالت بشكل واضح، ومنها حتى الاتحاد السكندري هو اللي صرح بشكل رسمي واكيد هيعاقبها انديه كتير، ان لا احنا هنجري المساحات عشان خاطر مصلحه لاعبينا. اذا تركت الامور للبعض اللي بيقول ان اجراء المساحات شيء حتمي، والبعض اللي هو بيقول لن يجري المساحات، اذا انت في خطر، لان الموضوع بقى قبيل الصدفه وبقى عشوائي. فكره ان انا بقول اللي مش هيجري مسحه هعاقب اللاعب بغرامه ماليه او هكذا عقوبه، هنا احنا قدام مشكله. انا كنادي ملتزم زي النادي الاهلي هاجري مساحاتي، وبقابل فريق ما اجراش مساحات، انا نسبه خطر الاصابه عند اللعيبه بتاعتي بتتزايد، لان الفريق اللي قدامي ما اجراش مساحات، فبالتالي انا بلعب وانا مش عارف مين اللاعب المصاب من غير اللاعب المصاب.